تعاقدت الفنانة دنيا سمير غانم على بطولة فيلم جديد أمام الفنان أحمد حلمي، واللي هيبدأ تصويره الأيام اللي جاية في شرم الشيخ. ولحد دلوقتي ما استقرش فريق العمل على اسم الفيلم، لكن هيقوم بإخراجه خالد مرعي ومن إنتاج وليد صبري، وهيتم الإعلان عن باقي فريق العمل الأيام اللي جاية. ودنيا سمير غانم غابت عن السينما بقالها فترة طويلة، وكان آخر مشاركة ليها في السينما من خلال فيلم شد أجزاء، وظهرت فيه كضيفة شرف مع الفنان محمد رمضان والمخرج حسين المنباوي. وقررت دنيا سمير غانم إنها ترجع من جديد للسينما مع النجم أحمد حلمي، وبيعتبر ده الفيلم الثاني ليهم مع بعض بعد ما قدموا فيلم إكس لارج سنة 2011، وحقق نجاح كبير وإيرادات وصلت ل 30 مليون جنيه. وقدم كمان حلمي مع دنيا سمير غانم أكتر من مسلسل إذاعي، ومنهم مسلسل أنا مش أنا ومسلسل مين معايا، وحاول الاثنين نجاح كبير جدا مع بعض. من ناحية تانية، سافر أحمد حلمي والمخرج خالد مرعي لشرم الشيخ من أيام لمعاينة أماكن التصوير، والتقى أحمد حلمي بمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة لتسهيل إجراءات التصوير ومساعدته في اختيار أماكن التصوير. ونشر حلمي صور لي من مدينة شرم الشيخ على صفحته على الفيسبوك، وعلق عليها وقال: مصر المحروسة، منطقة الفنار بشرم الشيخ، مدينة السلام والجمال. أكيد الفنان أحمد حلمي هيطلع كل طاقته التمثيلية في الفيلم ده، وخاصة لأنه غاب عن السينما لمدة سنتين، وكان آخر أفلامه صنع في مصر سنة 2014 مع المخرج عمرو سلامة والفنانة ياسمين رئيس، بس للأسف الفيلم محققش النجاح المتوقع. كل كائن سببا في وجوده. أنت أنا وأنا أنت. أنا المهندس عباس أبو الحسن. اسم حضرتك ايه؟ دبدوب 3-7 لارج. طب اللي انت بتقوله ده هيفضل يخليهم يقولوا عليك مجنون. مجنون علشان بقول ان انا كنت دبدوب وبقيت بني ادم؟ انت بتهزر؟ هنعمل ايه في المصيبه دي دلوقتي؟ لا تؤجل عمل اليوم الى السبت. وقف لنا تاكسي. ألست تاكسي؟ لا انا مش تاكسي. انت حمار. لا انا دبدوب. انت كورك؟ اعتذر. يرحمكم الله. يعني انا ليا اخ توأم اسمه باندا؟ اكتر حاجه كانت ممكن تضايقني ومحدش يحضني. مفيش حض. احضني بس. ازاي الواحد ممكن يقرب من البنت؟ البنات بيحب اللي يفاجئهم. سامع يا استاذ دبدوب؟ انا عمري ما هبقى دبدوب كده زيك. شكلك معفن قوي. قلبت دبدوب تاني؟ تيجي تديني الحقنه. يلا اديله الحقنه بسرعه. ولا هتفضل مستني البوليس يجي لغايه هنا ويقبض عليك؟ طب انا بقى هعلمك الادب. الادب ده انا اللي علمته لك انت. خلاص عرفت هرجع عليها تاني ازاي.